أهلا بكم مع فيديو جديد من قناة نصنع المعلومة. أحلى المتابعين، سألنا دلوقتي أنا الريسيفر بتاعي بفتحه لقيته فاضل واقف على الساعة زي ما هو، أضغط بالريموت مفيش فايدة، طب أعمل إيه؟ بص يا باشا، سواء فتحت الجهاز لقيته واقف على الساعة وما بيشتغلش، أو فتحت الجهاز ولقيت الريموت ما بيستجبش، او فتحت الجهاز ولقيت الجهاز بيقلب، يعني انت ضغط على رقم 1 وداك على 51، او اي حاجة انت بتعتبرها ان هو مهنج، الحل الوحيد ان سيادتك بتشيل الفيشة من الحيطة، يعني تشيل الفيشة بتاعت الجهاز من الحيطة، تمام، ويسيبها شوية وبعدين حط الفيشة تاني، هتلاقي المشكلة اتحلت إن شاء الله يعني. طيب، في مشكلة تانية حضرتك، في لما يظهر لك الإشارة أو الشكل اللي أنت شايفه ده، هنا كاتبين لا توجد إشارة، تمام، لا توجد إشارة، أنت فاتح التلفزيون بتاعك مكتوب لا توجد إشارة. هنا أول حاجة تتأكد عليها إنك لو أنت عندك زر مدخلات في ريموت التلفزيون، تتأكد إن أنت أساسا شغال على ال HDMI الخاص بالريسيفر بتاعنا، تمام، دي عن طريق الإدخالات في زر إدخالات بيبقى فيه الريموت، أو من زر الهوم اللي هو دايما بيبقى شكل البيت ده، تلاقيه في ريموت التلفزيون، تمام، تضغط عليه زي ما انت شايف كده، بيظهر لك السيتنج بتاعك من فوق كده، هي الشكل اللي انت شايفه ده، الشكل ده اللي هو عامل زي المدخل بتاع الاوديو او فيديو، الشكل ده بتروح عليه، تمام، هتشوف كده هتلاقي انت واقف على HDMI وده مش متفعل، هتروح على HDMI 2، تمام، يبقى انت حاطط الكابل ال HDMI اللي طالع من الريسيفر بتاعنا، تمام، اللي طالع من الريسيفر بتاعنا حضرتك حاطه فين؟ حاطه في ال HDMI. طب انت اتأكدت ازاي ان احنا كلامنا صح؟ زي ما انت شايف كده ظهر لك الاشارة، الكلمة دي لم يتم اكتشاف اشارة، هل ترغب في التحقق من اتصالات الإدخال لديك الآن؟ هنا هو على ال HDMI الصحيح، بس الريسيفر بتاعنا هو اللي مش مستجيب، زي ما انت شايف كده الريسيفر بتضغط بالريموت دون أي استجابة، تقفل مفيش فايدة، حله ايه؟ ان احنا هنشيل الفيشة بتاعته من الحيطة ونجرب تاني. وكده الريسيفر اهو بيبدأ يشتغل تاني بالشكل اللي انت شايفه ده، هو لسه بيحمل، تمام، لسه بيحمل، لا يوجد إشارة، يرجى التحكم من اتصال الإدخال، هنضغط على زر الفتح ونشوف، وبدأ يستجيب اهوت، على طول التلفزيون بدأ يستجيب. بياخد وقته، ده تجربة كاملة يعني بالمشكلة اللي ممكن تقابلك مع الريسيفر اللي هو البين 4K وانت بتشغله. زي ما انت شايف كده القناة اشتغلت معانا عادي اهيت، تمام،
يا ريت لو عجبك الفيديو نعمل اشتراك بالقناة ولايك للفيديو، وعرف الناس ان في قناة بتقدم او بتدي معلومات عن الموضوع ده، يعني كإفادة ليهم وإفادة ليك من التجارب اللي ممكن الناس دي تفيدها لبعض. وشكرا لكم.